مرحبا. الغنية التراثية أو الغنية الشعبية هي غنية بترتبط بمكان وبيئة وجماعة من البشر، مثل أهل الريف، أهل الصحراء، أهل الساحل وأهل الجبل. وهي الغنية بتنتقل شفهياً من جيل لجيل، وغنائها مو مرتبط بمغني معين، لأنها تعتبر ورثة جماعية لأبناء كل منطقة. مشان هيك ما في غنية شعبية بتتسمى على اسم مطرب محدد، هي اجتنا من الأجداد والكل له حق فيها. وبتتميز الأغنية الشعبية بانتشارها على نطاق واسع وسهولة لحنها ومناقشتها لمواضيع بتهم الجماعة وتأثرها الكبير بالبيئة. ومن أمثلة الأغاني الشعبية أغاني دورة الحياة، مثل الزواج والولادة والعمل والسفر. فمثلاً لو أخذنا أغاني الزواج بمنطقة، راح نلاقي طبيعة الكلمات واللحن بتختلف باختلاف البيئة، وغالباً بتتضمن الأغاني الشعبية كلمات مستمدة من البيئة ومن الموسم. فمثلاً من بيئة البراري والجبال منسمع: نسمت يا ريح من جنب الحباب وفحت، ذكرتني يا ريح بزمان اللي مضى ورحت، لأقعد حد الطريق واذكر الحجار اللحد، لجل فراقهم أنا بالبراري سحت. وبموسم الحصاد يلي بتتعلق عليه آمال كبيرة، منسمع الغنية الشعبية يلي بتقول: أرض جدودنا وأرض بيتنا، عمرها ما كذبت علينا، عم نعطيها من تعبنا ومن خيراتها عم تعطينا، منزرع حبة بتعطينا مية، إن كانت صيفية ولا شتوية، جدي وأمي وبي وأختي وخيي في هربينا. وبموسم الزيتون بتغني النساء وهي عم تجمع المحصول: على دلعونا وعلى دلعونا، زيتون بلادي أحلى ما يكونا. وغنية تانية بتقول: على دلعونا ليش دلعتيني، ورحتي تزوجتي وضغري نسيتيني، وتحت الزيتونة اللي فيها بستيني، لركع وصلي لربي الحنونة. أما بمواسم الرعي، وكونه من زمان كانت إمكانيات الشخص الاقتصادية بتتحدد بعدد المواشي يلي بيملكها من بقر وغنم، بتقول الغنية الشعبية: شوفة تحلو ببقراتا، لام الفضة دياتا، إن شاء الله بتموت حماتا وزوجا يخش اللوماني. وبغنية تانية منسمع: شوفة تحلى بالعنزة، كسرت من ظهري خرزة، وعدتني وقالت جاية بنت الملعونة كذابة. أما المناطق المعروفة بكتر المطر، منسمع هالشي بأغانية شعبية مثل: شتت الدنيا وحبيبي برا، واصبر يا ولفي بفرجة الله، مكتوب عجبينك الله واسم الله وسورة تبارك وحرف النونة. وبغنية تانية: جاي مطر من قبلي والغيم لم طرافه، أنا مفارق محبوبي دخيل الله مين شافه. هاي كانت فكرة عن الأغاني الشعبية وتأثرها بالبيئة. وانتو كمان حكولنا شو الأغاني الشعبية المنتشرة بمناطقكم.